الله اكبر ما شاء الله. ساري شهيد دي عامله كام اللي زي كده يا قلب اخوك؟ ما شاء الله. السيجاره ولسه صغيره. عندهم قد ايه كده يا اسلام؟ شهر ونص. بص يا اخواتي التماسيح النيلي شرس او خطر؟ لا لا لا، تربيه اصل من هو فاشل. الله اكبر ما شاء الله، الاحجام الضخمه من الدساس يعني من النوادر الحراسه الزراعيه دي اللي بتاكل حشرات وبتتلون. بتلون درجات الشجر. اخواتي وحبايب قلبي في كل مكان، ورد عليكم النهارده ان شاء الله من سوق جمعه، حاله قويه جدا جدا جدا. قبل ما نبدا حلقتنا يا اخواتي ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتركوا تفعيل زر التنبيه ولايك وشير لو عجبكم محتوانا، وباذن الله داخلين على ضرب نار بين مزرعه اخونا ابو ناصر اللي كان ليه وحش. بسم الله. عامل ايه يا لومه؟ الحمد لله. نور الدنيا يا قلبي. نبدا بيها يا اسلام. نبدا بالبومه القسميه. الله اكبر ما شاء الله، يعني من احسن البوم اللي انت تقدر تربيه. دي عامله كام يا اسلام؟ 250. 250 ما شاء الله. البومه القزمه بتاكل قطع بانيه الفيران، يعني اعتبر الكوارث كلها اللي بتاكلها. معانا يا تانا لومه، فرجنا يا اسلام يا قلب اخوك. عالم الاعلام. الله اكبر ما شاء الله، الاحجام الضخمه من الدساس يعني من النوادر. بصوا يا جماعه ما شاء الله الاحجام عامله ازاي. ده الدساس الصعيدي. ده اللي هو بيولد يا اسلام. عاملين كام دول يا اخويا؟ حته ب 750. ما شاء الله. ده اللي بياكل فران التجارب وكده. ما فيهوش سم ولا اي حاجه. لا ده غير سام. الله ينور يا اخويا. دي بتولد وبتجيب الوان جميله. معانا ايه تاني يا اسلام؟ بصوا فرشة ضرب نار بفضل الله تعالى. عايز اقول لكم ان ده تعالى بنجيله كمان شويه. ما شاء الله. بصوا يا اخواتي التماسيح النيلي. الله اكبر. ده طوله قد ايه؟ لا مش عارف الصراحه. ما شاء الله. ده عامل كم؟ عامل 500. بياكل السمك والحاجات دي يا اسلام؟ شرس او خطر؟ لا لا لا، تربيه اصل من هو فاشل. بصوا يا جماعه اسنانه عامله ازاي؟ ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر. معانا ايه تاني يا لومه؟ فرشه ضرب نار، مزرعه ضرب نار، مزرعه اخونا ابو ناصر. الله اكبر ما شاء الله. انت بدات بالمفاجات الاول يا اسلام. عادي بقى. ده ايه ده وده ايه ده؟ ده ايه وده ايه؟ ده ثعلب. خليهم هنا كده يا اسلام، معلش. سيبهم كده يتحركوا. ده ثعلب احمر. من غير ما تمسكهم بالله عليك عشان اقصص منها تيك توك. ثعلب احمر، ثعلب احمر. وده هنا؟ برضه ثعلب احمر. ما شاء الله. السيجاره ولسه صغيره. عندهم قد ايه كده يا اسلام؟ شهر ونص. بياكلوا ايه بقى الحاجات اللي زي كده؟ يعني القطع لحمه صغيره وبترضع برضه. يتدرب الثعلب برضه. بس هو لسه يعني احمر مع السن، صح كده؟ لسه. الثعلب احمر يا جماعه اللي سالنا عليه، اللي بيبقى اديله منفوش كده وملون جميل. بس لسه صغير يعني. ده عامل كام يا قلب اخوك؟ ده عامل 450. 450 بس. واي حد يجي تبع القناه 350. قد الدنيا لومه يا عالمي يا تاريخي. يقول لي بس تبع القناه. قد الدنيا والله. بص يا جماعه تعالى في معنى ايه تاني؟ بصوا يعني ضرب نار. ضرب النار مستمر باستمرار عند ابو ناصر. الهامسترات بقى يا اسلام. الهامستر الكبير الشغال. عاملين كام؟ الجزء ب 80 جنيه. ده تربيته سهله بقى يا اسلام، بياكل الاعلاف والحاجات دي. بياكل اي علف ويعني بس بيعيش ذكر وانتهى مع بعض، ما بيعيش زي الروسي السوري. الروسي. بس انا عندي واحد، عندي جوز يا اسلام ذكرين وسايبهم كل واحد في قفص لوحدهم وعادي. ده انا كده غلط يعني ولا لا؟ ممكن ياكل واي حد يجي من تبع الفيديو برضه من تبع اسلام كرم. الله يبارك. جوز ب 60 جنيه. قد الدنيا يا لومه. معانا ايه تاني؟ ما تجيش عليا. انت فاضي ما شاء الله. كل الالوان بنفس الاسعار، صح يا اسلام؟ الله اكبر عليك. بص يا جماعه التعابين، في تعابين ثانيه اهي ابو الطيور اللي هو من جوه خالص ده. عامل كام ابو الطيور يا اسلام؟ هنا بيبدا الحته من 200، احجام كبيره. نفس الاكل برضه كان تجارب وسحاب صح؟ في برضه بردايه. ممكن توريه لنا؟ معلش لو هتعبك الومه. لا عادي لا يهمك. بص يا جماعه ما شاء الله الاحجام عامله ازاي؟
بس الحجم فاضي؟ احجام يعني ما شاء الله 200 بس 200 بس واي حد يجي من تبع الفيديو ب 150 قد الدنيا يا قلب اخوك دخل يا قلب ان شاء الله قد الدنيا اسلام والله خلاص محمد مية وخمسين صاحب الله يا اخي ده هنا لون في اللي هو بيشوف زراعي ده بياكل يعني الدراي فود وكده صح؟ بس يا جماعه لونفيد عامل كام ده يا قلبي؟ ده عامل 200 واي حد برضه يجي من تبع الفيديو يقول تبع الفيديو بتاع اسلام كرم 150 جنيه بياكل ايه تاني غير الدراي فود يا اسلام؟ بياكل كيس على لحم صغيره البانيه الزوار الفراخ الحاجات دي الله يبارك لك يا اخويا دي معنا برضه حلابي اطلعه في حلابي هنا تعال اجيب لك البم الطخ بس يلا بس نتفرج على دول حلابي الحلابي الزراعيه دي اللي بتاكل حشرات وبتتلون بتلون درجات الشجر بس ما بتلونش على هدوم زي ما هم بيقولوا الكلام ده دي عامله كام بقى يا اسلام؟ دي ب 30 دي ب 100 الصغيره 30 الكبيره 100 غير سامه لا غير سامه ودي ب 50 الله ينور يا قلبي ما شاء الله ضرب نار ضرب نار وحصريات في معانا ايه تاني يا اسلام؟ بصوا يا جماعه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا الله الله اكبر دي الشاهينه صار شاهين الله اكبر ما شاء الله صار شاهين الشاهين عربها قدام الكاميرا كده بس شاهين شاهين ما شاء الله تاكل برضو الكتاكيت ولحوم الفراخ زي اي سور وكده بس افضل يعني مفيش كتاكيت لا يعني الكتاكيت بيبقى عندها امراض ممكن توقع الكتف الله ينور عليك ايوه هي دي يعني الله يبارك لك يا اخويا الشرياص بقى عامل كام يا اسلام؟ الشرياص الفرفاحه كده يا اسلام اخويا دومه حبيبي يا اسلام كنا عشنا والله والله انت اكتر اخونا ادم لسه اللي شايفه منور الدنيا يا اخويا الله يبارك لك ده عامل 150 حته مهاجم 150 بس شرياص مهاجم ياكل كيس عبانيه كيس تنظيف البنات ده مغزل فاو سيكا بس تنظيف البنيه الهياكل اجنحه الحاجات دي كل ده بياكل اجنحه الفراخ برضو ودي الحاجات بتاعتهم المستلزمات الاساسيه صح؟ السبوق البرقع عامل كام بقى؟ المستلزمات بتاعتهم عامله كام؟ البرقع عامل 30 البرقع ده اللي بيتغطى بيه دماغه والسبوق عامل 25 25 السبوق اللي هو ده يا اخوات في هنا بقى معانا فوق غربان اسلام وحدايات الغراب عامل كام؟ الغراب عامل 150 ياكل برضه زي ممكن زي الشقور قطع بانيه عيش طعميه الحاجات دي والحدايه زي الصقر بالظبط بتاكل فران قطع بانيه برضه الله يبارك لك يا اخويا والحدايه عامله 200 الله يبارك لك يا اخويا وفي من الورم برضه للي عايز عامل كام؟ يعني العلبه من الورم؟ العلبه ب 25 ماشي والسوبر عامله 30 الله يبارك لك يا اخويا نورتنا والله اكد عليهم ان هم ما تنسوش تفعلوا جرس يا اسلام ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وزر التنبيه الله يبارك لك يعني اخويا يعني احلى حاجه هتلاقوها هنا عند اسلام كرم الله يبارك لك لو احلى حاجه ان انا بقف اصور معاكم ده شرف ليا يا قلبي ادهومه مس عليهم حبيبي يا احسن ما احنا مس عليكم يا رجاله بس انتوا طيبين وادهم بيقول لكم ما تنسوش الاشتراك تفعلوا الجرس ادهومه حبيب قلبي اللي كان وحشني بص هنا بقى دي الشهنايه ما شاء الله يعني عايز اقول لكم يا اخواتي دي يعني دي مزرعه من ما شاء الله مزرعتين لاخونا ابو ناصر هنروح برده نصور له المزرعه الثانيه باذن الله الجوله كلها ضرب نار يا رب الحلقه تعجبك قلب اخونا كان وحشني منور الدنيا كلها والله الله يحفظك ينزل محتوى 100 على دماغي يا اخويا الله يبارك في صندوق قلب اخو محمد باشا ضرب النار كله اتشرفنا والله يا قلبي بالتصوير قد الدنيا والله
اخويا وحبيبي النجم اساطير سوق جمعه قد الدنيا والله. شرفت يا حبيب قلبي بالتصوير والله. وسام ده طيب قلب اخوك. شفتم يا اخواتي في حلقه جديده ضرب ونار حطيتها على شرفات الزواحف ان شاء الله جاي كله جاي ضرب حاجه. اخويا النور مكان هدومة مكانك طبعا قلب اخوه اهل بيت الزواحف ومكانكم منورين الدنيا كسان طبيعي. بص معاه معوضي جبل ايه ده اللي بياكل حشرات يم 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 خاف يا عيني. التمساح الصغير ده احنا كان معانا ده يا اسلام. ما شاء الله في حاجات بقى على الفرشه الثانيه في بوم يعني الحاجات الوحشه. شوف كان في بعض اخواتنا معانا برضو من الكرام بس ما لحقتش اتصور معاهم. كنت اتمنى اتشرف بالتصوير معاهم بس ما حصلش يعني نصيب.